أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يسأل عن حكم الدخان في الإسلام، وخاصة أننا نسمع أنه مكروه، هل هذا صحيح؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. دخان حكمه أنه محرم لما تقرر عند جميع الأطباء في دول العالم من أنه مضر بالصحة وجالب للأمراض الخطرة، إضافة إلى ما فيه من خبث الرائحة والتأثير على شاربه من الآثار السيئة التي تظهر على جسمه وعلى شفتيه ومن خبث رائحته وغير ذلك من المضار، ولأنه منفذ للأموال الكثيرة بغير فائدة، فلا شك في تحريمه. وجميع الأطباء في العالم يقررون عن هذا الدخان أنه مضر وأنه خبيث وأنه لا فائدة فيه البتة، وما كان كذلك فلا شك في تحريمه. أما من يقول بأنه مكروه فقوله هذا ليس مبنيا على دليل ولا تعليل صحيح، وهو مكابرة للواقع، بل هو محرم لا شك في تحريمه. كانوا في الأول قبل أن تظهر التحليلات الطبية وقبل أن يتطور الطب كانوا يجهلون كثيرا من أضراره، وإنما يكرهونه لما فيه من خبث الرائحة وكراهة المنظر. أما اليوم وقد جاءت التشخيصات الدقيقة في أضراره وأخطاره فلا مجال للتشكيك في تحريمه.